كل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. خالد فطوطه عايز يغير قوانين ولوائح الكوره، عايز يخلي قوانين ولوائح من دماغه عشان الزمالك ياخد بطوله. تخيل يا مؤمن، واحد مذيع يجهل قانون لعبه او يجهل قانون ويجهل لوائح بطوله معينه، اذا كان كاس عالم للانديه او دوري عام او دوري لكره السله او دوري لكره اليد، بيجهل كل شيء في اي شيء، وبيطلع يهبد ويهرتل وبيعمل اثاره وفتنه بين الجماهير وبعضها، ويطلع يقول اشمعنى اشمعنى ده اهلاوي وده زملكاوي. انا مش هطول عليكم، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف خالد فطوطه وهو عايز يغير قانون لعبه ولوائح لعبه عشان نادي الزمالك ياخد بطوله، عشان نادي الزمالك ما يقابلش فريق قوي، عشان نادي الزمالك يقابل فريق ضعيف يقدر يفوز عليه. طيب ما تنساش حضرتك قبل ما تشوف الفيديو تدعمنا بلايك وشير، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناه الخريطه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع خالد فطوطه وهو بيهبد وبيهري، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. ولكن هنا السؤال بقى اللي بساله وكل الزملكاويه بيسالوه، هو الاتحاد الدولي برئاسه الدكتور حسن مصطفى اللي عارف طبعا ان نادي الزمالك دايما هو اللي يعني متصدر القارة السمراء وهو بطل القارة السمراء وهو افضل فريق في قارة افريقيا، يعني ايه بطل افريقيا اللي من وجهة نظري يعتبر المصنف الثاني والثالث في البطولة يلعب مع بطل اوروبا؟ يعني احنا شفنا مثلا ان الطبيعي والمنطقي ان انت مثلا عندك 10 فرق مشاركة، منهم اتنين مثلا منظمين البطولة، منهم بطل اسيا، منهم بطل امريكا الشمالية، منهم بطل امريكا الجنوبية، الكونكاكاف واتفر اي حاجة، يعني بما فيهم بطل افريقيا وبطل اوروبا وتاني بطل اوروبا، فرقتين من اوروبا. ليه بطل افريقيا يلعب مع بطل اوروبا وهم مصنفين من اقوى ثلاث فرق في البطولة؟ يعني ليه؟ عايز افهم يعني مين اللي قال، مين اللي فكر الفكرة؟ طب حسن مصطفى ده المفروض ان هو ابن مصر، يعني ابن مصر ورئيس الاتحاد الدولي هو ابن مصر، ايه فكرة ان بطل افريقيا هيلعب مع بطل اوروبا؟ ليه يعني ليه؟ ما نعمل تصنيف عندي 10 فرق مشاركين، اعمل تصنيف اول خمسة والتصنيف اخر خمسة، ولعب برشلونة مع العاشر مثلا، مع التاني مع التاسع، التالت مع اي، يعني اعمل حاجة زي كده يعني. لكن العب في 10 فرق اخلي اتنين تلاتة يلعبوا مع بعض عشان يوصلوا لدور الثمانية، ولعب بطل افريقيا مع بطل اوروبا ولو اتغلب يلعب على الخامس للعاشر، ودخل فرق تانية أقل في المستوى عشان خاطر حسن مصطفى عايز كده؟ طب يا أخي يا أخي، يعني المفروض أنت يعني ابن مصر والمفروض أن الاتحاد الدولي يعني يعمل نظام عادل يبقى فيه عدل، لكن فكرة أن أنا أروح كاس عالم للأندية فحضرتك تلعبني مع أحسن فريق في العالم، ده أنت ما لعبتنيش حتى مع بطل ألمانيا، لا ده أنت بتلعبني مع بطل أوروبا. حد شاف قرعة؟ محدش بيشوف قرعة، محدش بيقول حاجة يا جماعة، هو بيجي لك الجواب بيقول لك بطل افريقيا يلعب مع بطل اوروبا. ليه يا عم؟ هو كده بطل افريقيا مع بطل اوروبا. نيجي برضو البطولة اللي فاتت، كولن ولا كولن الالماني ده بطل اوروبا مع بطل افريقيا، هو كده. ليه؟ يقول لك اصل هنا بقى فاكر نادي القرن وفي كرة القدم، يقول لك مصطفى مراد فهمي برضه اللي هو تابع النادي الاهلي، وحسن مصطفى اللي هو تابع النادي الاهلي، يقول لك والله النقط وما اعرفش ايه والحكايه والروايه وبتاع. طب حضرتك ومفيش تصنيف هنا ليه؟ هو بالمزاج يعني؟ حد يقول لي وانا قاعد كده بس اهو ويكتب لي على المواقع على السوشيال يقول لي والله احنا خلينا بطل افريقيا يلعب مع بطل اوروبا لاسباب التاليه، ويقول لي بقى المعايير اللي على اساسها الاتحاد الدولي بيختار بطل افريقيا يلعب مع اقوى فريق اللي هو بطل اوروبا. طب انا عندي الرئيس الاتحاد الدولي من افريقيا، الاتحاد الدولي من افريقيا،
يقول لك مثلا ايه، لا ما هو ما بيجاملش، لا بيجامل اذا كان مصفر صحابه في الاتحاد الدولي، يعني في الافتتاحيه اصدقائه، يعني لا بيجامل. وبالتالي يا جماعه وات ايفر، من الواضح يعني غير مفهوم عندي وغير مفهوم عند كل الزملكاويه فكره ان انا يعني العب بطل افريقيا يلعب مع بطل اوروبا، ايه رخامه مثلا؟ رخامه يعني، عايزين نفهم يعني. يعني حتى في كاس عالم لكره القدم، في كاس العالم لكره القدم ما بيروحش يقول لك بطل افريقيا يلعب مع بطل اوروبا. يعني مثلا البطوله اللي فاتت يقول لك والله الاهلي يلعب مع بايرن ميونخ، ولو اتغلب يلعب على الخامس للسادس او السابع. ليه يعني؟ ما انا بلعب ماتش واثنين واوصل للدور قبل النهائي، والعب على الدور قبل النهائي، ولو اتغلبت العب على الثالث والرابع في كره القدم. لكن هنا اجي بطل افريقيا يلا اتغلب يا باشا، العب مع بطل اوروبا، اطلع بره العب على الخامس والسادس، يلا ما تلعبش ولا اول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع. ليه؟ حد فاهم حاجه؟ ما حدش فاهم حاجه. شفنا الهبد والهري وصل لغايه فين؟ عايز يغير لوائح لعبه، ده لوائح خاصه بكاس العالم للانديه، سواء للمنتخبات او للانديه او لاي لعبه، سواء النادي الاهلي بيلعب في البطوله الافريقيه، بيلعب في بطوله اوروبا، بيلعب كاس عالم، كل لعبه او كل يعني بطوله ليها لوائح بتاعتها الخاصه. انت عايز تطبق لوائح ان بطل افريقيا ما يقابلش بطل اوروبا، طب في السنين اللي فاتت بطل افريقيا بيقابل مين؟ مش بيقابل بطل اوروبا. في كاس العالم للانديه مش في لوائح معينه بينص على ان بطل افريقيا بيقابل بطل اسيا او بيقابل بطل اوروبا او بيقابل بطل امريكا الجنوبيه او بيقابل بطل امريكا اللاتينيه؟ كل لعبه وليها نص وكل لعبه وليها لوائح بتعملها. انت عايز تهبد وتهري وبتقول ان مصطفى فهمي وعمر مراد فهمي ومش عارف فيرمين اهلاوي، ايه اللي دخل النقط والبتاع في لوائح، في لوائح بطوله يا جاهل؟ قال يعني دلوقتي لو اتحاد الكوره قرر ان هو يغير اللوائح بتاعت او يغير النظام بتاع الدوري العام وخلاه من مجموعتين، هل ده غلط؟ بناء على المتطلبات اللي موجوده في الوقت ده، يعني كانوا هيعملوا الدوري المصري هيبقى من دور واحد واخر 8 فرق يقابلوا بعض او اخر 7 فرق يقابلوا بعض، نظام مثلثات وبتاع. طبعا رفضت الفرق المصريه، يعني فرق كتير رفض. اللي انا عايز اقوله يا كابتن خالد، لو انت بتجهل بالقانون او بتجهل باللوائح، شوف هات حد متخصص يقول لك او يعرفك ايه اللوائح والقوانين، استضيف حد على التليفون. انما تطلع تهبد وتهري ورافع رايه الفتنه والعداوه بين الجماهير وبعضها، وتقول لي حسن مصطفى على فكره حسين لبلوب راح له دعوه، اذا كان هو اتصاب كان بيلعب تنس في النادي واتصاب ما راحش، مال الاتحاد؟ وعلى فكره الاتحاد الدولي لكره القدم مش ملزم ان هو يدي دعوات لرؤساء الانديه، ويقول لك جايب اصحابه. يا عم انت مالك؟ كابتن حسن حمدي وكابتن خطيب راحوا يقابلوا واحد بيحبوه وبيحترموه، هو بيحبهم وبيحترمهم، لا عمره غلط فيهم ولا عمره غلطوا فيه، زي ادوا اعلامكم المسيس، اعلامكم الموجه اللي طلع بيشتم حسن حمدي، بيشتم كابتن خطيب وبيشتم حسن مصطفى عشان بس اهلاويه مش عشان عملوا فيكم حاجه، وتقول النادي الاهلي مش موجود في البطوله، هو اصلا ما راحوش عشان البطوله. حتى تركي الشيخ وجه دعوه استضافه لكابتن خطيب، انا ما اعرفش طبعا فحواها ايه، ولكن ده على هامش كلامنا على الفيديو. مجمل الكلام ومختصر الكلام، خالد فطوطه مشكلته ان هو عايز يعمل شو بروباجندا وترند زي ما كلنا عارفين، وده هو فرحان بده، فرحان انه بتشتم، فرحان ان اليوتيوبرات بيتكلموا عليه، فرحان ان القنوات بتجيبه، فرحان ان البيتجات بتجيب تصريحاته، هو عايز كده، هو نفسه في كده. احمد جمالات دلوقتي بيقلده، بس احمد جمالات ملوش ارضيه، محدش بيعبره. واحمد عيد عبد الملك بيعمل كده بس برضه ملوش ارضيه، ولكن خالد فطوطه علشان عنده قناه في اليوتيوب وعنده بيج في الفيسبوك وعنده اكاونت في الفيسبوك وعنده قناه، فعنده وسيله انتشار سهل، وعشان بيجيب النادي الاهلي البانه في بقه، فاحنا بنطلع نرد عليه. بس اللي انا عايز اقوله لخالد فطوطه، يا جاهل باللوائح والقوانين اتعلم الاول،
اللوائح بتاعت الاتحاد الدولي بتقول ايه في كرة القدم وفي كرة اليد وفي السلة، وبعد كده اطلع اهري واتكلم. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو اول مرة تشوفني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الاهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واتنين وتلاتة وعشرة، كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.